السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي تلامذتي الأوفياء. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على الزر إعجاب واشتركوا في القناة عباقرة المستقبل لخديجة لبيد ليصلكم الجديد، وشاركوه مع أهلكم وأصدقائكم لتعم الفائدة على الجميع. بسم الله، أبدأ درس اليوم هو الأعداد الكسرية الاختزال. أولا وقبل كل شيء سنتعرف على كلمة اختزال، والاختزال هو الانتقال من عدد أكبر إلى عدد أصغر، وأقوم بهذه الحركة اختزال اختزال، يعني العدد كان عندي كبير وأنا غادي نرجعه عدد صغير وذلك بقسمته. إذن هذه العملية لا تتم إلا بعملية القسمة، قسمة البسط والمقام على عدد يعني مشترك لهما، للبسط وللمقام عدد مشترك لهما أو قاسم مشترك لهما للبسط وللمقام. وأبدأ أول تمرين، مثلا 36 على 48 تساوي 36 تنتهي بستة، وستة قابلة أو من مضاعفة اثنان، وثمانية وأربعون تنتهي بثمانية، إذن من مضاعفة اثنان، تقبل القسمة على اثنان، أو ستة وثلاثون على ثمانية وأربعون يقبلان مع القسمة على اثنان. إذن أنا أقدم الدرس وأشرحه أوفيغ أميزيغ مضاعفة اثنان، مضاعفة خمسة، مضاعفة ثلاثة، ومضاعفة تسعة، وهكذا سيكون شرحي تتخلله شروحات أخرى مضت لأعداد سابقة أو لدروس سابقة. 36 و 48 أعدادا زوجية تقبلان القسمة على 2، إذن 36 مقسومة على 2 تساوي 18، و 48 مقسومة على 2 تساوي 24، و 18 على 24 عدد كسري كذلك يقبلان القسمة على البسط والمقام، يقبلان القسمة على 2، 18 على 2 9، و 24 على 2 12، و 9 على 12 يقبلان القسمة على 3 كذلك، ف 9 مقسوم على 3 3، و 12 مقسوم على 3 4، فالعدد المحصل عليه المختزل الأخير هو 3 على 4. هذا العدد الكسري المختزل ل 36 على 48. 15 على 30، 15 على 30 قابلة للقسمة على 3 بسطا ومقاما، 15 على 3 5، و 30 على 3 10، 5 على 10 كذلك من مضاعفات 5 لأنهما ينتهيان بصفر أو 5، ينتهيان بصفر أو 5، كما لاحظنا هنا هذا العدد يقبل القسمة على 2 لأنهما 6 و 8 من مضاعفات 2، ومضاعفة 2 هي التي تنتهي بصفر 2 4 6 أو 8، مضاعفة 2 هي التي تنتهي بصفر 2 4 6 أو 8، مضاعفة 5 هي التي تنتهي بصفر أو 5، صفر أو 5. إذن هذا العدد 5 على 10 يقبلان القسمة على 5، 5 مقسومة على 5 1، و 10 مقسومة على 5 2، فحصلت على العدد الأخير اللي هو آخر اختزال 1 على 2 هو المختزل ل 15 على 30. العدد الآخر 12 على 15 تساوي العدد 12 يقبل القسمة على 3، و 15 تقبل القسمة على 3، 12 على 3 4، و 15 على 3 5، فحصلت على العدد المختزل الأخير هو 4 على 5، 45 على 40 تساوي 45 قابلة للقسمة على 5 تساوي 9، و 40 قابلة للقسمة على 5 تساوي 8، والعدد الأخير هو 9 على 8. إذا نستنتج قاعدة لاختزال عدد كسري، نقسم كل من بسطه ومقامه على قاسم مشترك لهما. لاختزال عدد كسري نقسم، لاحظ هنا نقسم وليس نضرب، نقسم كل من بسطه ومقامه على قاسم مشترك لهما، يعني البسط والمقام معا نقسمهما على نفس العدد، ونكرر نفس العمل إلى أن نحصل على عدد كسري مختزل، وهذا العدد الكسري المختزل
هو العدد الكسري الذي يكون لبسطه ومقامه قاسما مشتركا واحدا، فقط هو واحد. اذا كنبقاو نقسمو العدد ويخرج لنا واحد العدد، اذا كان مازال قابل للقسمه نزيدو نقسموه، وهكذا الى ان نحصل في الاخير على عدد كسري لا يقبل القسمه على اي عدد سوى على واحد، على العدد واحد بسطا ومقاما، لا يقبلان القسمه الا على واحد. انهيت لا تيوري، دابا غادي ندوزو لا براتيك. التمرين الاول، اختزل الاعداد الكسريه التاليه: 54 على 90 تساوي 54 على 90. دائما عندما انظر الى العدد اتفحصه جيدا واطرح السؤال على نفسي، هل هذا العدد يقبل القسمه على كم على كم، حتى اجد العدد الصحيح او القاسم الصحيح. اذا 54 على 90 تقبل القسمه على 9، ولكن اختار الطريق السهل، ابدا بقسمته على 2. 54 مقسومه على 2 و90 مقسومه على 2 تساوي 27 على 45. 27 على 45 بدورهما قابلان للقسمه على 3، ف27 مقسومه على 3 9، و45 على 3 15. 9 على 15 يقبلان القسمة على 3 كذلك، 9 على 3 3، و15 على 3 5، وهذا هو الاختزال الأخير. 27 على 12 تساوي 27 قابلة للقسمة على 3، و12 قابلة للقسمة على 3، فأحصل على العدد الكسري 9 على 4، هذا هو الاختزال الأخير. 25 على 35 يقبلان القسمة على 5، لأنهما ينتهيان بخمسة، فأحصل على العدد 5 على 7. 32 على 18 قابلان للقسمة على 2، فأحصل على العدد 32 مقسوم على 2 16، و 18 مقسوم على 2 9، وهكذا. دون أن أطيل عليكم، تمرين آخر، 70 على 140، إذا هذا العدد في البسط يتكون أو ينتهي بصفر، و 140 في المقام تنتهي بصفر، إذا أشطب هذا الصفر وهذا الصفر، أشطبهما من البسط ومن المقام، فتبقى لي فيبقى العدد 7 على 14، 7 على 14، 7 على 14 قابل للقسمة على 7. 7 مقسومة على 7 1، و14 مقسومة على 7 تساوي 2، 1 على 2 هو العدد المختزل الأخير لـ 7 على 4 على لـ 70 على 140. العدد 40 على 120 تساوي العدد 40 على 120 ينتهيان بصفر، فأشطب هذا الصفر وذلك بقسمة هذا العدد على 10 والعدد الآخر على 10. البسط والمقام أقسمهما على 10 فأحصل على العدد 4 على 12، 4 على 12 يقبلان القسمة على 4، فأحصل على العدد 4 مقسومة على 4 1، و12 مقسومة على 4 3. 420 مقسومة على 60 تساوي كذلك هذا العدد ينتهي بصفر وهذا العدد ينتهي بصفر، إذا أتخلص من هذين الصفرين وذلك بقسمتهما على 10. 420 مقسوم على 10 42، و 60 مقسوم على 10 6. 42 مقسوم على 6 أو تقبل القسمة على 6، و 6 تقبل القسمة على 6، فأحصل على العدد 7 على 1، و 7 على 1 تساوي 7. أي عدد على 1 يساوي ذلك العدد، أي عدد على 1 يساوي ذلك العدد. وأنتقل إلى جداء ولكن فريد هذه المرة من نوعه على هذه الطريقة، عدد كسري جداء وعدد كسري على هذه الطريقة. 4 في 3 في 5 على 5 في 7 في 4. إذا أقوم باختزال هذه المتساوية أو هذا الجداء الذي هو على شكل عدد كسري. إذا أعيد القراءة: 4 في 3 في 5، 4 في 3 في 5 على 5 في 7 في 4. إذا عندي البسط والمقام، بعض الأعداد تتكرر،
الأربعة تكررت هنا، أشطب عليها في البسط وفي المقام. إذن أربعة على أربعة تساوي واحد، هنا على واحد. إذن أربعة أقسمها على أربعة تساوي، أي أربعة على أربعة تساوي واحد على واحد. ثم أبحث عن عددين متشابهين هنا، الثلاثة في البسط ليست في المقام، ما عندناش ثلاثة في المقام، أتركها يعني أكتبها هنا، أحتفظ بها ثلاثة. ثم أنتقل إلى عدد آخر مكرر في المقام، الخمسة هنا خمسة وهنا خمسة مكررة في المقام. إذن الخمسة على خمسة هي واحد على واحد. في المقام عندي هنا الخمسة شطبت عليها، في هي في سبعة ما كاينش خطها، إذن أكتبها في الواحد ديال الأربعة تساوي واحد في ثلاثة في واحد على واحد في سبعة في واحد يساوي واحد في ثلاثة ثلاثة، ثلاثة في واحد ثلاثة، أكتبها هنا، على واحد في سبعة سبعة وسبعة في واحد سبعة. إذن العدد الكسري المحصل عليه والمختزل هو ثلاثة على سبعة، الذي لا يمكنني اختزاله مرة أخرى. أنتقل إلى عدد آخر أو تمرين آخر، 13 في 27 في 40. 13 في 27 في 40 على 9 في 26 في 80. إذن أولا وقبل كل شيء هنا أشطب هذين الصفرين وذلك بقسمتهما على 10، فيبقى لي العدد 4 على 8. 27 كذلك أشطب أو أعيد الكتابة، تبقى هنا 4 على 8، هنا يفي هنا في 27 يمكنني قسمتها على 9، فأحصل على 27 مقسومة على 9 تساوي 3، و 9 مقسومة على 9 تساوي 1. في 13 و 26، إذن 13 من قواسم 26 و 26 من مضاعفات 13، إذن 13 مقسومة على 13 1، و 26 مقسومة على 13 تساوي 2. أنا حصلت على واحد المتساوية اللي هي 1 في 3 في 4 على 2 في 1 في 8، وأعيد الكتابة هنا، أو 1 في 3 3، 3 في 4 12، 12. ثم 2 في 1 2، 2 في 8 16، يقبلان القسمة معا على 6 أو على عفوا على 4، على 4، 12 مقسومة على 4 3، و 16 مقسومة على 4 4، وهذا هو الاختزال الأخير لهذا الجداء، أو لا جداء عددين، جداء ثلاثة أعداد كسرية. أنتقل إلى تمرين آخر كذلك ليس كسابقه. إذن عندنا 80 في 100 في 45 على 160 في 90 في 50، وأحسب أبدأ بحساب الأصفار في البسط والمقام، 1 2 3 في البسط 3 أصفار، وفي المقام 1 2 3. إذن أتخلص من هذه الأصفار، الثلاثة فوق والثلاثة تحت، فيبقى لي العدد 8 في 1 في 45 على 16 في 9 في 5 تساوي كذلك قابلة للاختزال. 8 على 16، 8 قابلة للقسمة على 8 تساوي 1، و 16 قابلة للقسمة على 8 2، في 1 على 9، 1 على 9 أو 1 على 5، أكتب الواحد على 5، في 1 على 5، في كذلك في 45 على 9،
45 على 9. إذا 45 تقبل القسمة على 9 هي 9. 45 مقسومة على 9 تساوي 5، و 9 مقسومة على 9 تساوي 1، فأحصل على العدد 1 في 1 1، 1 في 5 5، 2 في 5 10، في 1 10. العدد هو 5 على 10 تساوي، قابل للاختزال على 5 أو للقسمة على 5. 5 مقسومة على 5 1، و 10 مقسومة على 5 2، وهذا هو الاختزال الأخير. وبهذا التمرين أكون قد أنهيت درس اليوم في الأعداد الكسرية الاختزال. أتمنى أن أكون قد أرضيتكم بهذا الشرح وأوصلت المعلومة بشكلها الصحيح. سأنتظر تعليقاتكم واقتراحاتكم، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.